السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم خياتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. نرحب بكم في القناة كسبة ميني كويزين. اليوم جبت لكم لي تارتو شوكولا. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تدقوا الجرس. نجوزوا المقادير. عندنا نصف علبة كرام فراش اللي هي ظاهر، دائما نقول لكم خدموا بظاهر باسكو هي المليحة للحلويات، تكون باردة. نديرو غير نصف علبة، نطلعوها مع زوج مغارف كبار تاع كريم غبرة الشونتيي. نخفقوا هاد المكونات حتى تولي لنا كريمة شادة روحها. من بعد نضيفوا لها 3 ملاعق كبار تاع نوتيلا ولا اللي عندك. انا استعملت ماكسنت، يعني انتي واش حبيتي تستعملي. نخفقوهم بيان. من بعد نعمروا بهم لي طارتولات تاعنا. لي طارتولات يعني عندكم الوصفه تاع العجينه، هذه الوصفه استعملتها بالزيت والمارغرين، وكاين وصفه واحده اخرى غير بلا مارغرين. من بعد خياتي نزينوهم من الفوق، نعمروا لابوش تاعنا بالشوكولا هذيك تارتيني ونزينوهم من الفوق. يعني حاجه سهله وبنينه بزاف. ان شاء الله كان فيديو خفيف عليكم. قولكم تهلاو في روحكم وتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين، وبقاو على خير. You lift me up high, you spread my wings and fly.